حياتك بكرة القدم أيام الفئات العمرية خاصة بالمناطق وبالحارة شلون كانت؟ ذكرني بأيام يعني خاصة شلون أول ما رحت نادي هو نادي الأم نادي شرقاط يعني فوقته يعني كنت أشوف اللاعب الموهوب تلقاه صغير يلعب ويا الكبار صحيح. فأنا كنت صغير كلش ففريق منطقتنا يعني اللي اسمه آشورة والجبارة فكنت صغير يعني عمري 12 سنة أو 13 سنة ألعب ويا الكبار فذكر يعني أخذوني المباراة ودية ملعب النادي فشافني المدرب مال فاتن المرة نوجه التحية كابتن جبار عطية لعبت صغير ولعبت حتى درس النصر اللي هنا يوصل فقال لي تجي للنادي فهذه كانت بدايتي لعبت ناشئين بشكل عام شلونها الحركة الرياضية بالشرقاط؟ والله هي موجودة لكن شوف ضعف دعم بذيك المناطق خاصة من قبل المحافظات أو السياسيين يعني مو مثل بغداد والمناطق الجنوبية يعني مثلا أنت تروح النادي أذكر موقف صار لنا فرحنا المحافظ صلاح الدين فأنطانا بوقته مبلغ معين مبلغ هذا يجوز ما يسد لك عقود اللاعبين أو ما يكفيك ورا فترة يعني هم رحنا قال منطقتكم فعبالة أن هاي الأمور عبالة من هاي انتهت انتهت هناك الناس خاصة السياسيين اللي هم بيدهم الأمر ما ملتجين هالموضوع. شو اسمه فريقك الشعبي بالشرقاط؟ جبار وبعدين آشور. أنت تنتقل هو. لا لا هو هو الشعبي. هو مو شوف جبار. هو الاسم تغير. جبار على مستوى قرية قريتنا هي منطقتنا اللي بيوت. بعدين صار آشور على مستوى شلون تقول على مستوى الشرقاط اللي هو تجمعنا مثلاً. هاي القرية وهاي زين صار. عادة الحياة بشكل طبيعي في قضاء الشرقاط أهلك هناك؟ أهلي موجودين عجب ما جبتهم وياك إلى بغداد ما يقدرون هنا ببغداد يعني أجيبهم فترة تعلموا على حياتهم تعلموا على ذيك المناطق وهناك يعني من كنت بأربيل كانوا وياي لأن قريبة ساعة فإحنا طوني صورة واحدة يا شباب لمحمد مع الصغير مدام تحدثنا عن العائلة والأهل جفولي جفولي الصغير ها؟ اي جفولي الله يحفظه في عمره هسه صار عمره سنتين واربع اشهر ها يعني هاي قديمه الصوره اي هذه كان عمره سنه يمكن سنه او سنه ونص هيك تتوقع يصير لاعب كره قدم؟ والله ان شاء الله انا اتمنى يصير بس جدته ما تريد تهم ها لا تريد ضابط وين شو تريدين؟ اي ما تريد واعي تقول تغربون واعي وانا من عمري تقريبا 16 سنه تركت البيت تعرف